المعاناه ديالي بدات وانا باقا صغيره. خرجت للزنقه، خرجت للزنقه، تكرفست، تعرضت لاغتصاب. من بعد الاغتصاب حتى واحد ما رحمني. ولدت في الزنقه، لحالتي ولدت في الزنقه بوحدي، والناس ما رحمونيش، ما عيطوش ليا حتى لابيلانس باش ديني للسبيطار. كل الوالدين ديولي حضنوني، ما كنتش غادي كاع نبقى انا في الشارع تيجي هاد الكلاب اللي ما نقولش رجال، ما عندهمش الوالدين، وغنتيق فيها انا ويلصق لي الكرش ويهرب. كل الوالدين ديولي حنوا فيا، ما نبقاش انا في الشارع. الوالده ديالي قالت لي ما تجيش عندي، ما تجيبيهمش. انا كنقول لها انت صيفطيني للزنقه دابا، انا شوفي حالتي، انا ولادي دابا في الزنقه. بكى لي واحد الكلمه، قالت لي يا واش مربي علي الكبده؟ قالت لي بلا ما تربي علي الكبده انا ما بقيتش نحملك، انا ما قلتش لك ولدي. خويا المشكل اللي خلاني في هاد الحاله دابا، تشرطت انا وهاد الوليدات. المعاناه ديالي بدات وانا باقا صغيره. خرجت للزنقه، خرجت للزنقه، تكرفست، تعرضت لاغتصاب. من بعد الاغتصاب حتى واحد ما رحمني. 17 سنه اغتصبت، خرجت للزنقه، ما كاينش الاهتمام ديال الوالدين، ما كاينش. تعرضت لاغتصاب، تشرطت من بعد، وتشرطت في الزنقه. بقيت كنتكرفس، كنتلاوح، ما كاينش لي رحمك، ما كاينش لي يحن فيك، لا والدين لا حتى شي واحد. بقيت في الزنقه. من بعد بقيت عاوتاني حملت بالبنت، بقيت هكا كنتعرض لاي نفس الحاله كنتعرض ليها. المره الثانيه في الزنقه، ولدت في الزنقه، لحالتي ولدت في الزنقه بوحدي، والناس ما رحمونيش، ما عيطوش ليا حتى لابيلانس باش ديني للسبيطار. تنعيش معاناه اللي صعيبه بزاف الانسان يتقبلها. وبقيت هكاك. من بعد عاوتاني حملت بالوليد الثالث عا في الزنقة، وانا دابا كنت كرفس انا ولادي في الزنقة، تنتعذب، حتى واحد ما رحمني، ما عندي فين بات لا فين هذا خويا المان. ومن بعدها كنت في كازا، تنعسو في الزنقة في المحطة. من بعد بقيت كنت كرفس دابا انا وهاد الوليدات بحال هكا، ما عندي لا استقرار لا حتى شي حاجة. ولادي ما لاقينش كيقراو، ما مستقراش بيهم، قراو اني دابا ما مستقراش باش غادي يبقاو يمشيو للمدرسه. دابا هما النتائج ديالهم ما مشاوش خداهم، علاش؟ حيت ما عندهمش استقرار، هما مشرضين معايا. العائله ديالي في قي بن صالح، اللي العائله ديالي ما كتعترفش بيا. العائله ديالي قالوا لي لوح ولادك، الا بغيتي نشدوك لوحي ولادك، سمحي فيهم. كلشي العائله ديالي ضدي، تيحاسبوا فيا، تيعذبوني العائله ديالي، الا مشيت عندهم وبنت لهم تيعذبوني، علاش تولدي؟ انا هاد الولاد كتابوا عليا، ما غاديش نتخلى عليهم، واخا هاد العذاب اللي تنعيش هادشي انا ولادي، ما غاديش نتخلى عليهم. لا حتى شي واحد ما كيصرف على ولده، حتى واحد ما عقل عليا، عقلوش عليا، كيما دار الاول دار الثاني دار الثالث. ما تيهزوش المسؤوليه، تيكذبوا عليا. انا من كثره العذاب اللي تنعيش في الزنقه تنتيق، تنصاب بالصح. كيقول لي لا انا ما غاديش ندير لك بحال هذا، كنتيق من كثره داك المعاناه اللي تنعيش في الشارع، تنطيق. حتى شي بنت ما تبغي راسها تبقى عايشه في الزنقه، تيقولوا لي صافي نتزوج بيك وغادي ما غاديش تبقى عايشه، تنطيق. تعاودوا يزرفوني نفس المشكل، تيكري لي شي واحد تنطيق فيه، تعاود ملي كنحمل تيتخلى عليا، تيقول مش نعرفكش. حتى العقب عاوتاني كنوحي على غير انا اللي كنبقى واحد. كل الوالدين ديولي حضنوني، ما كنتش غادي كاع نبقى انا في الشارع تيجي هاد الكلاب اللي ما نقولش رجال، ما عندهمش الوالدين، وغنتيق فيها انا ويلصق لي الكرش ويهرب. كل الوالدين ديولي حنوا فيا، ما نبقاش انا في الشارع. تنعيشوا معذبه انا وياهم، عندي الفلوس تنوكلهم، ما عنديش تنبقى بالجوع انا وياهم. دابا والله ما عندي لا باش نمشي للوطي لا باش نوكلهم لا حتى شي حاجه. كما كتشوف اخويا حالتي انا في الزنقه، غنبقى في المحطه حيتاش ما عنديش. من المحطه للمحطه بقيت مشرطه انا ولادي، حتى شي واحد ما حن فيه. الوالده ديالي قالت لي ما تجيش عندي، ما تجيبيهمش. حاولت باش نمشي لدارنا وندخل لدارنا، جمعت عليا الناس، قالت لي ما بقاش تجي عندي، قالت لي ما تجيش وما بقاش تجي عندي، وسيري ديهم وسيري.
انا كنقول لها انت صيفطيني للزنقه دابا، انا شوفي حالتي، انا ولادي دابا في الزنقه. كنقول لها حلي فيا ما خلينيش بحال هكا. بكالي واحد الكلمه، قالت لي واش مربي عليا الكبده؟ قالت لي بلا ما تربي عليا الكبده انا ما بقيتش نحملك. انا ما قلتش لك ولدي، عندي خوتي وانا كل واحد خو راسو، كل واحد كيفكر راسو، كاينش اللي كيفكر فيا في البيت ولا في اش واكله ولا اش واقع عليا انا ولادي. ولا دابا بغيت فين نستقر باش نشوف ولادي؟ انا في الشارع ما نشوفش راسي في الزنقه وسط الدياب معرضه لكل شيء. عييت من تحارب مع بنادم واللي راه عييت اخويا، عييت بنادم صعيب على الكلاب، ما كاينش شي واحد اللي غادي يشوف فيك شوفة الرحمة. انا كاينه في المحطه، انا تطلب من الناس يساعدوني نكري لولادي، ما نبقاش في الزنقه. ندبت درت ثقه، ثقه على شنو؟ يا ريت كون ما كنتش كدير الثقه وبقيت عب راسي، ما كنتش غنتعذب بحال هكا ونعذب ذنوب معايا، مع عيني راسي مع عيني ليهم. واخا كنبغي نخدم ما كنقدرش نخليهم عند من والو، نخليهم ما كنقدرش نثيق، كنخاف عليهم بزاف. هذا بشر صعيب، انا داكشي اللي وقع ليا ماشي ساهل. 06 26 87 75 85 06 26 87 85 85.